الأميرة ولادة. قيل إن الشمس لم تشرق على أجمل منها. ولدت سنة 994 للميلاد من أم إسبانية ورثتها جمالها الشديد وأب وصف بالضعيف والجاهل. هو الخليفة 11 للأندلس المستكفي بالله. ترعرعت في أزقة قرطبة عاصمة الأمويين آنذاك، بل عاصمة العالم بجامعتها وحضارتها، حتى لا تكاد تجد فيها جاهلا واحدا. فتاة فاتنة شكلا وساحرة قولا، فتحت منزلها لكل نساء الأندلس يتعلمن فيه القراءة والكتابة، وحولته إلى صالون أدبي ينزل به الشعراء فتبارزهم فيما برعوا فيه، تناقشهم في السياسة والأدب، وكثيرا ما تتفوق عليهم حتى أسرت قلوب معظمهم. إلا أن قلبها ملكه رجل واحد، الشاعر الأندلسي ابن زيدون. بادلها الشعور ذاته وهام بحسنها وشعرها، فإذا هي قصة عشق حالت الغيرة بينها وبين النهايات السعيدة. ولادة امرأة ذات كبرياء، تراها تتقرب من حبيبها مرة وتصده مرات أخرى، حتى كتب فيها قصيدة قال في مطلعها: أضحت تنائي بديلا عن تدانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا، بنتم وبنا وما ابتلت جوانحنا، شوقا إليكم ولا جفت مآقينا. بذل جهدا كبيرا في إرضائها، وما فتئت المودة تنمو بينهما حتى وقع في المحظور. كان ذلك في ليلة من ليالي الصالون، جارية ولادة تغني وابن زيدون يسألها ألا تتوقف بعد أن طرب لصوتها العذب. لو كنت تنصف في الهوى ما بيننا، لم تهوى جاريتي ولم تتخيري، وتركت غصنا مثمرا بجماله، وجنحت للغصن الذي لم يثمري، ولقد علمت بأنني بدر السماء، لكن دهيت لشقوتي بالمشتري. أبيات حملت من الغيرة الكثير ومن الغرور أكثر. عاتبت بها ولادة حبيبها ثم حرقت قلبه. تقربت من الوزير أبي عامر بن عبدوس، رجل ساذج لا يملك سوى المال. أغرم بولادة مذ رآها، فإذا الأقدار تسوقها إليه، يغدق عليها ماله وهداياه، وتغازله هي كل ما مر بهما حبيبها. أنا والله أصلح للمعالي، وأمشي مشيتي وأتي هتيها، وأمكن عاشقي من صحن خدي، وأعطي قبلتي وأعطي قبلتي من يشتهيها. اشتدت غيرة ابن زيدون وقال في أبي عبدوس أفحش الكلام، وظل الحبيبان على الحال يقتلهما العشق، ويود كل واحد لو ينعم بقرب الآخر. كاد الوزير الجاهل للشاعر الولهان، هرب إلى إشبيلية، لكنه لم ينس ولادة يوما،
وحين عاد للقائها امتنعت. كرهت أن يراها وقد هجرها جمالها، وشققت التجاعيد بشرتها، وخالط الشيب سواد شعرها. ماتت سنة 1091 للميلاد وحيدة دون زواج، وفاء لمن أحبته وأحبها، لكن الكبرياء والغرور حال بينهما.